السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة كيفية زراعة وتجذير النباتات في المنزل. حابة أشوفكم نتيجة زراعتنا لنبات الزنبق اللي زرعناه من نفس النبات، كاثرناه من نفس النبات، بلشت هنا الأزهار تطلع عندنا. كبرت النبتة عندنا، كثرت أوراقها. هنا فتحت عندنا زهرة الزنبق وكبرت عندنا النبتة وكثرت أوراقها، كاثرناها من نفس النبات، نبات الزنبق. إذا عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وعمل مشاركة ولايك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.